هذا يسأل هل تجب الزكاة في قوارب الصيد في البحر؟ لا يا أخي، الشيء اللي يعد للاستعمال، اللي يعد للاستعمال مثل السيارات للأجرة أو للركوب، سيارات للركوب أو قوارب للبحر لحمل الأثقال أو للصيد، هذه ما فيها زكاة، هذه مستعملات، هذه مستعملات ما فيها زكاة. نعم، اللي يعد للاستعمال ما فيه زكاة. نعم.